اهلا اهلا، معاكم مها من قناه مهز دايري. الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه كويسه. فيديو النهارده هوريكم فيه اخر مشترياتي من ديور بيوتي، فخليكم معايا. اوكي بنات، عندنا شويه منتجات كتيره شويه النهارده، بس برضه هنجربها مع بعض. النهارده هنجرب مكياج مس ديور وشوية منتجات تانية برضو من ديور. فخلينا نبدأ نفتح. بس عشان تكونوا عارفين الحاجات دي مش جديدة، الحاجات دي قديمة، بس برضو كالعادة هسيب لكم الحاجات دي كلها في الديسكريبشن بوكس للي عايز يبص عليها. فلو متحمسين بتنسوش تدعموا الفيديو ده باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لأول مرة تشوفوني. يلا بينا نبدأ. طيب هوريكم الحاجة كلها الأول في البداية وبعد كده هنجربها مع بعض. سو أول حاجة عندنا الفوريفر سكين جلو كوشن، دي بالنسبة لأول حاجة. وبعد كده عندي الفوريفر بيرفكت فيكس، ده هو شكله بنات. كمان أخدت الفيس أند بودي كريم دوت، ده بس هبقى أجربه على إيدي، للأسف مش هنعرف نجربه على وشي عشان أوريدي حطيت الفونديشن. وكمان أخدت روج ديور نيو لوك إديشن. طبعا أعتقد إن الكوليكشن دي معرفش هي خلصانة ولا موجودة ولا لأ، بس ده شكل الباكجينج المختلف دوت. وكمان اخدت من الكولكشن بتاع الهولي داي بتاع السنه اللي فاتت الديور افكت روج، ده شكل العلبه. وكمان اخدت ليب تنت من ديور ادكت دوت، الدرجه اللي انا اخدتها. وكمان اخدت من ديور الاي ريفيرا باتشز دولت، دي اللي هي الباتشز اللي بتتحط تحت العين. خليني اوريكم شكلها ازاي. بيجوا كده تو سيتس، اوكي تو سيتس ديت، كل واحده طبعا فيها اتنين، فكده عندك مرتين مع الاي كريم بتاع ديور. والكوين بتاع الفيديو النهارده وهي الباليت بتاعه مس ديور ديت. بس قبل ما افتحها عايزه اقول لكم ان هي طبعا وقتها البنت ادتني سامبلز كتيره، بس طبعا يعني كلها خلاص يعني حطيتها في الخزانه يعني. بس كان من ضمن الهديه هي الباوتش ديت، اوكي فيلفت، وطبعا هنا ديور دي بارزه، فتح كده ومن جوه مشمع الحمد لله. شايفين؟ اوكي يلا بينا نبدا بالكوين بتاعه مس ديور ديت. سو هو ده شكل الباكجينج يا بنات، مكتوب عليها هنا مس ديور باليت ميك اب كولكشن. هي هنا فيها كده زي لوب نسحب منها. تارا، ايه رايكم؟ معلش هي لانه هي سيلفر فهي عكس كل حاجه قدامها بقى، عكس شكل الكاميرا. سو اول حاجه جاي معاها الباوتش ديت علشان نحط فيها طبعا الباليت. خليني اوريكم، انا بس متضايقه من انعكاس الكاميرا. سو هو ده شكلها، كلها سيلفر، ومن الناحيه الثانيه واخده نفس الباترن بتاع مس ديور اللي دايما بيكون على مس ديور. ومن هنا فيها سلسلة او لوب علشان اصلا انت تقدروا تشيلوها وتستخدموها ككلتش كده. سو انا بقى متحمسة قوي. اوكي يلا بينا. سو اول حاجة طبعا هنا هي فيها مراية، وتحت هنا زي ما انتم شايفين فيها البرودكت. سو زي ما انتم شايفين فيها روج وفيها بلاشر وفيها اي شادوز وفيها ارواج، وجاي معاها الفرشة ديت علشان او الابليكيتر يعني عشان نحط بيه. هو ده بس الروج، دولت اي شادوز، اوكي، وده البلاشر والمناكير. اما بالنسبة للمناكير بنات فهو حجم صغير، مكتوب عليه ان هو توب كوت. المهم ده حجمه، شايفين حجمه صغير جدا اهو مثلا مقارنة بصباعي. اوكي خليني ابدأ اجيب الفرش بتاعتي ونبدأ نحط المكياج. هبدأ باللون ده الغامق اللي هنا، هحط منها كده بس على بره، هدمجه شويه. اوكي ده مبدئيا كده. بعد كده هاخد اللون اللي هو دوت اللي على شكل فيونكه وهحطه في النص او كامل. اخر حاجه هستخدم نفس الفرشه وهستخدم ده اللي فيه الشمر وهحطه في النص بس. هرجع تاني اخد من القديمة اللون الغامق وهغمق هنا بس كده شوية علشان حسيت ان اللون راح. بس
بعد كده هحط منه تحت عيني، هختار اللون الغامق اللي هنا. فدلوقتي هجرب معاكم الثلاث ارواج الموجودين اللي جبناهم. اول حاجة اللي هو دوت، اوكي ده دركتو بنات رقم 100، ده الايكونيك نود بتاعهم. خليني اوريكم، شوفوا الباترن نفسها مرسومة على الروج، شايفين هي نفسها نفس الرسمة دي مرسومة هنا فوق على الروج. ده هو شكل اللون. اوه نسيت اقول لكم ملمسه ان هو كريمي وسيمي مات، تقريبا كريمي سيمي مات. اوكي والروج اللي بعده اللي هو دوت، الدرجة دي اللي هي رقم 74، بس مبدئيا شوفوا الباكجينج اللي يجنن. ودي هي شكل الدرجة، مرسوم عليها نفس الرسمة اللي كانت بتاعت السنة اللي فاتت. ودي هي الدرجة، مقاربة شوية للدرجة اللي فاتت بس الفينش مختلف. سو الفينش التاني كان مات، ده كمان كريمي بس مش مات، في ساتن تاتش شوية. وقبل ما اجرب الدرجة الاخيرة، لان الدرجة الاخيرة هتمسك في شفايفي، انا عارفة اصلا دلوقتي شفايفي بتشتمني من كتر ما انا قاعدة بمزح، هنجرب درجة الروج اللي كانت جاية في الباليت نفسه اللي هي ديت. انا حسيته حلو، وطبعا هو كريمي جدا، ولكن هو محتاج ليب لاينر علشان يبين اكتر. شوفوا شكله ازاي، ده بقى بيلمع جامد، يعني اعتقد باين في الكاميرا ان هو قد ايه بيلمع، بس هو اوفر اول حلو يعني انا عجبني. والروج الاخير اللي هنجربه اللي هو دوت من ديور ادكت، ده ليب تنت. سو ده مكتوب عليه ديور ادكت ليب تاتو لونج وير كولورد تنت، ودي درجة 491. الدرجة حلوة قوي، تحسوها كده مايلة على احمر بس هي مش حمرة، تحسوه عنابي او برجندي. في البداية حسيت ان هو كأنه مية بيتحط، بس دلوقتي هو بدأ ينشف. سو هي دي شكل الدرجة. طيب بنات، حطيت ماسكارا بشكل سريع، بس دلوقتي الروج دوت او الليب تنت نشف اعتقد، يعني شوفوا بيطلع بس كده حاجة بسيطة منه. ولما حطيته لقيت ملمس زيتي شوية او كريمي على صوابعي. اوكي سو دلوقتي هنستخدم بقى البلاشر اللي كان موجود في الباليت. عجبني البلاشر على فكرة. اخر حاجة هجربها معاكم وهي الفيكس بتاعهم، او مكتوب عليه الفوريفر بيرفكت فيكس. ده هو شكل الازازة بنات، تيجي كده شفافة وبلاستيك والغطا سبراي. اوكي يلا بينا نجربه. دي المروحة اللي بثبت بيها حاجات زي كده، تاتش كده جلوي شوية، في لمعة بسيطة جدا، يعني ما بوظليش الماسكارا مثلا، ما سيحاش، ما وقعش حاجة مثلا. انه في بعض الفيكس بلس لما ترشيها بتحسي كأن وشك بقى متجبس. بس هو ده اللوك الاخير، ايه رأيكم؟ اخر حاجة جربها معاكم وهي الهاند كريم، هاند اند فيس اكتشلي. انا جربته وما كانش بيلزق الصراحة، ودي حاجة عجبتني. اوه ريحته ايه؟ ريحته كأنه مثلا سبا، فاهمين؟ كأنك كنت لسه عاملة سبا. او ماي جاد الترطيب، ريحته سبا رسمي، فاهمي نظمي. ومش بيلزق على فكرة، مش بيسيب الملمس الدهني، يعني شوفوا انا حطيت كمية صغيرة بس كفت ايدي الاتنين، وفي نفس الوقت مش حاسة ان ايدي ناشفة، يعني ايدي مترطبة برضو، بس برضو مش ملزقة جامد. وبس كده حلوين، ده كان فيديو النهاردة. كالعادة هسيب لكم كل اللينكات في الديسكريبشن بوكس للحاجات ديت لو هي لسه موجودة. اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا معايا، فلو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم، وسبسكرايب لو اول مرة تشوفوني. باي باي.